سأذكرها بعد هذه المحاولة، لكن حمدان الشبراني يلعب عرضية رائعة بصعوبة. الفيصلي من دش يضع بصمته، سلطان مندش بعكس مجريات المباراة. الفيصلي يسجل عن نابي ستير، يسجل أول الأهداف بالمباراة. سلطان مندش استغل خطأ دفاعيا ريداويا ووضع من خلال بصمته في المباراة، وركن الكرة في الشباك، في الشباك الريداوية تستقبل أول الأهداف في المباراة. بعد أن كان الرائد الأقرب للتسجيل أصبح متأخرا بالنتيجة. عرضية خرافية من حمدان الشمراني وصلت، تابعها سلطان مندش أرسلها في الشباك الريداوية بهذه الطريقة. شوف الكرة كيف، الله على سلطان. هذه المتابعة، هذا الحضور الذهني، هذا التركيز يا شاموسكا، وفرحته وتفاعله مع الهدف.